أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. أسعد الله أيامنا وأيامكم وأيام الموالين جميعا بأفراح أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الشهر المبارك، شهر رجب الأصب. وإذ نحن في أيام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وفي ذكراه العطرة صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس بأن نتم حديثنا الذي بدأناه في المحاضرة السابقة والذي يتعلق ببعض أو صنف خاص من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أولئك الذين وصلوا إلى منزلة عالية جداً ومقام رفيع جدا، لأنهم كانوا من أهل القول والوصف والفعل لا من أهل الوصف فحسب، على ما بيناه من رواية مولانا زين العابدين صلوات الله عليه حينما كان يقول: إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل، ما أكثر الوصف وأقل الفعل. هؤلاء الأصحاب، أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وصلوا إلى منزلة هي منزلة الأنبياء، غير أنهم ليسوا بأنبياء. لماذا؟ لأنهم تشارطوا على الموت في سبيل الله، تشارطوا على أن يكونوا من أهل الفعل حقا لا من أهل الوصف والقول فحسب. ولأنهم تشارطوا على المنية والموت في سبيل الله، فإنهم سموا بشرطة الخميس أو شرطة الخميس، والأرجح هو الشرطة جمع الشارط، كما هو الحال بالنسبة إلى الحامل جمعه حمله، على نفس هذا الوزن. شرطة الخميس أي شرطة الجيش، لأن الخميس اسم من أسماء الجيش على ما بيناه. هؤلاء تعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم على الموت في الدفاع عن إمامهم وتنفيذ أوامره حرفيا وفوريا، وعلى أن يكونوا أول من يبدأ بالقتال لما كانت تقع الحروب بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأعدائه، فهؤلاء يكونون أول من يبدأ بالقتال ولا يرجعون من ساحة المعركة، لا يولون الأدبار ولا يرجعون إلا في حالتين: إما مقتولون وإما غالبون.
والأمر الثالث الذي تعاهدوا عليه أن يحوطوا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أينما ذهب لحمايته وهم في السلاح، شاكون في السلاح، يحمون الإمام صلوات الله عليه. هؤلاء وصلوا إلى منزلة الأنبياء، كما في رواية الأصبغ بن النباتة أن أمير المؤمنين يقول كان يقول لنا، والأصبغ بن النباتة أحد شرطة الخميس، يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لنا تشرطوا فوالله ما اشتراطكم لذهب ولا فضة وما اشتراطكم إلا للموت. أنتم لا تتشرطون، لا تتعاهدون، لا تتعاقدون من أجل دنيا زائلة، من أجل ذهب أو فضة أو مال، وإنما أنتم تتعاقدون من أجل الموت في سبيل الله. كما نقلت لكم سابقا أنه في الدعاء الأول الذي تجدونه في الصحيفة السجادية لإمامنا زين العابدين صلوات الله عليه، آخر مقطع دعائه عليه السلام في الحمد لله، آخر مقطع في هذا الدعاء، لاحظوا هذا المعنى العظيم الذي يذكره الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: الحمد لله حمدا نصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. يقول أحمد الله حمدا يوفقني به على أن أصبح من الشهداء بأن يقتلني أحد أعدائه بسيفه. أشلون دعاء هذا؟ عمرك تشوف واحد يدعو أنه الله يوفق عدوه لكي يقتله حتى لا يموت على فراش ويموت شهيدا؟ الإمام زين العابدين عليه السلام هكذا كان يدعو: الحمد لله حمدا نصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. إن روح الإنسان المؤمن لا شيء بالنسبة إليه، روحه في كفه، روحه يبذلها رخيصة في سبيل الله، في سبيل الإسلام، في سبيل الدفاع عن أهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام وكسر أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب. هذا الإنسان المؤمن. تشرطوا فوالله ما اشتراطكم لذهب ولا فضة وما اشتراطكم إلا للموت، يعني إلا للموت في سبيل الله، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم يقول: إن قوما قبلكم من بني إسرائيل تشارطوا بينهم فما مات أحد منهم حتى كان نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه، وإنكم لبمنزلتهم غير أنكم لستم بأنبياء. الإمام عليه السلام يقول في بني إسرائيل جماعة من المؤمنين مثلكم، تشارطوا فيما بينهم، تعاهدوا فيما بينهم على الموت في سبيل الله، بسبب هذا الذي فعلوه الله عز وجل رفع منازلهم، فما كان أحد من هؤلاء إلا نبيا، إما نبيا لقومه، نبيا مرسلا لقومه، أو نبيا لقريته، أو على الأقل نبيا لنفسه، لأنه أكو بعض الأنبياء إنما هم أنبياء أنفسهم، ما مكلفين بأن يبلغوا، فقط هو نبي نفسه. واحد من هؤلاء كما في الروايات الخضر عليه السلام، الخضر ما مكلف بأنه يروح وينشر دعوته، فهو نبي نفسه، يأتيه خبر السماء، يأتيه وحي السماء، لكن لنفسه. فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إنكم لبمنزلتهم، بمنزلة هؤلاء الأنبياء، بنفس الدرجة، لكن هذه الخصلة ليست فيكم، وهي أنكم لستم بأنبياء، وإنكم لبمنزلتهم غير أنكم لستم
بأنبياء، ومن هذا نعلم أن الإنسان المؤمن كما ثبت بمقتضى الروايات والأخبار بإمكانه أن يصل إلى مرتبة الأنبياء، لكنه لا يكون نبيا، يعني لا يمكن أن يصبح نبيا، لكن أن يصل إلى نفس المرتبة، أي بعبارة أخرى في الجنة يكون من جيران بعض الأنبياء في نفس الدرجة في نفس المرتبة، نعم هذا ممكن. يمكن للإنسان المؤمن إذا استصفى نفسه وأرخص روحه في سبيل الله عز وجل أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة. واحد من هؤلاء أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام العظماء حقا، وكان أيضا من رؤوس شرطة الخميس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا الرجل اسمه عبد الله بن يحيى الحضرمي، أصل من اليمن لكنه كان في العراق. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بشر هذا الرجل لما رأى بلاءه، حسن بلائه في معركة الجمل، كيف دافع وقاتل قتال الأبطال في الذب عن الإسلام، في الذب عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في كسر باطل طلحة والزبير وعائشة، في كسر باطل هؤلاء الذين أرادوا القضاء على الإسلام، معركة الجمل حقا وصدقا إذا كانت النصرة أو كان الانتصار للكفة الأخرى مو لكفة أمير المؤمنين، كان قضي على الإسلام نهائيا، نهائيا راح الإسلام نهائيا راح، لكن الله تعالى كتب الغلبة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأبقى الإسلام الحق. كان سيحل محله إسلام آخر ويندثر الإسلام الحق، يعني إسلام التشيع، هذا كان يذهب خلاص يروح ينقضي مع ذلك الزمان، لأنهم كانوا يستهدفون بفتوى عائشة أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين وكل من شايعهم ووالاهم. عائشة أفتت بوجوب قتلهم جميعا ووضعت جوائز مالية على ذلك كما سيأتي، جوائز مالية وضعت. كان عندها بدرة، بدرة يعني مثل قماش توضع فيه جواهر، يوضع فيه ذهب، توضع فيه أشياء ثمينة، فهذه لا تقدر بمال، لا تقدر بثمن. رفعت هذه البدرة في وسط عسكرها وجيشها وقالت: أيها الناس، من يأتيني برأس علي فله هذه البدرة. شوف اقرأوا التاريخ، شوفوا المصائب، شوفوا هذه السمة الإرهابية الموجودة في هذه المرأة الخبيثة. على أي حال أمير المؤمنين أصحابه لم يسكتوا، قاتلوا عائشة وجيشها قتالا شديدا ينم عن إيمانهم وشدة إخلاصهم للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطاهرين ولخليفته الشرعي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وكان أحد هؤلاء الذين قاتلوا يحيى بن عبد الله بن يحيى الحضرمي. فبماذا أثنى عليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ كيف بشره؟ قال له يوم الجمل في وسط المعركة: أبشر ابن يحيى، أبشر يا ابن يحيى، فإنك وأبوك من شرطة الخميس حقا، لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس، والله سماكم شرطة الخميس على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. شرطة الخميس
هذا اسم شريف الله تعالى سمى به كل المخلصين الفدائيين للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وفي كل زمان هنالك شرطة للخميس، كل زمان حتى في زماننا هذا، كما يستظهر من الأدلة والروايات الشريفة في كل زمان. هؤلاء ضمنوا لأئمتهم الذبح، كما يقول الأصبغ بن نباتة لما سئل كيف سميتم شرطة الخميس، فماذا قال؟ دققوا، يقول إنا ضمننا له الذبح، يعني ضمننا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه الذبح، وضمن لنا الفتح، ضمننا له أن نذبح في سبيل الله، ما يهمه فليذبحونا، وهو ضمن لنا في المقابل أن يفتح الله تبارك وتعالى على أيدينا. وهذه معادلة معروفة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه معادلة معروفة، أنه الإنسان المقاتل إذا كان يقاتل وهو لا يهاب الموت، يعني متوقع في أي لحظة أن يذبح أن يقتل، هذا يكون قتاله قتال الأبطال، فبالفعل يتحقق الفتح والنصر على يديه. أما ذاك الذي يقاتل مو بهذه الروحية، مو بهذه العقيدة، يخاف على نفسه، يخاف أن يقتل، يقول مو مشكلة أجرح لكن أقتل كلا، هذا لا يمكنه أن يتحقق الفتح على يديه، لا يتحقق النصر على يديه، لأنه يطمع في بقاء شيء ما في الدنيا، وهو روحه على الأقل، أن تبقى روحه في جسده أو أن يبقى روحه في جسده. أما ذاك الذي وضع روحه على كفه رخيصة في سبيل معتقده ومبدئه، فهذا تجده في ساحة المعركة كالأسد الضرغام، لا يهاب أحدا. إنا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح. أمير المؤمنين صلوات الله عليه دعانا، دعا جميع شيعته لأن يتأسوا بهؤلاء العظام من أصحابه، لأن يتخلقوا بأخلاق هؤلاء، لأن يكونوا بتلك الروحية التي كان عليها هؤلاء، أن يكونوا فدائيين للحق، للإسلام، للتشيع، لولاية أهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام. هذا نداء كان من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ما هو نداؤه؟ روي عن أبي عطاء قال خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام محزونا يتنفس، كان حزين بأبي هو وأمي، ويتنفس تنفس الحزين، شايفين الإنسان الحزين الذي يضيق صدره، تنفس يكون غير تنفس في الحالة الطبيعية، ما يتنفس بحالة طبيعية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في هذه الحالة، على هذه الحالة، خرج عليهم وهو محزون يتنفس تنفس المحزونين، فقال كيف أنتم وزمان قد أضلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولا، المال يتداول بين مجموعة من العصابات الحاكمة والشعوب تظل جائعة فقيرة، ويعادى فيه في ذلك الزمان،
أولياء الله ويوالى فيه أعداء الله. بالله هذه الصفات تنطبق على زماننا أم لا؟ عطلت الحدود؟ عطلت. وين تقام الحدود الآن في بلاد الإسلام؟ أكو حدود أصلا تقام في بلاد الإسلام؟ نعم، تقام الحدود على من سرق دينارا يقطع يده، تقطع يده، كما في تلك الدويلة التي تسمى العربية السعودية، اللي يسرق دينار يقطعون إيده. أما أمراء آل سعود يسرقون الملايين والمليارات، مثل هذا الفاسق الوليد ابن طلال، اللي منين جايب هاي كلها الثروة؟ هاي منين جايبها غير من أموال النفط وأموال هذا الشعب المظلوم هناك، الذي حسب التقارير الأخيرة، هذا ما يسمى بين قوسين الشعب السعودي، اقرأوا التقارير، من يصدق؟ أغنى دولة نفطية في العالم، ثلثا شعبها من مواطنيها بطالة، ماكو عمل. من يصدق هذا الشيء؟ اقرأوا التقارير، ماكو عمل، في بطالة، في فقر. روحوا شوفوهم في قراهم كيف يعيشون، لأنه الأموال كلها متركزة بيد هذه العائلة اليهودية الإرهابية. أما الأموال حقيقة تذهب إلى الناس، هذا النفط الذي تحت أرجل الناس يذهب إلى الناس؟ كلا، كل دولهم هكذا، إذا هم يوزعون شيئا على الناس فيعطونهم الفتات، مثل واحد في عزيمة في مأدبة يأكل يأكل يأكل، ثم هاي فضلات الطعام يرميها على الآخرين، هكذا يصنعون، هكذا يصنعون. فالحدود تطبق على الضعفاء، على من يسرق دينارا، على من يسرق درهما، على من يسرق ريالا. أما الذين يسرقون الملايين فلا تطبق عليهم الحدود، بل بالعكس تضرب لهم تحية الاحترام. فإذا لا حدود تطبق. وبعد، ويتخذ المال فيه دولا. أمس رأيت في تقرير إخباري كيف أنه القرويين المصريين، يعني صورة فيديو، يعني التقرير هذا الإخباري نفسه دي يصور كيف أنه نساء وشيوخ وأطفال يبحثون في القمامة، أجلكم الله، في القمامة يدور، في الزبل يدور، حتى يسد جوعة. وحسني مبارك وين؟ في قصره العاجي. اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا، هذا هو الواقع. وبعد، ويعادى فيه أولياء الله. أي شوف ماذا يقولون في أولياء الله، في عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، بكل صلافة، بكل وقاحة، بكل خسة، بكل دناءة. مفتي آل سعود، آل الشيخ، بالعلن يقول بيعة يزيد بن معاوية كانت شرعية والحسين أخطأ في الخروج عليه. الحسين صبط رسول الله أخطأ، ونصحه الصحابة وقالوا له اتق الله في أمة جدك، لا تحدث الفتنة في أمة جدك. أما يزيد فخليفة شرعي مفترض الطاعة، لازم واحد يطيعه. أكو إهانة أعظم لصدق رسول الله وريحانته أعظم من هذه الإهانة؟ يعادى فيه أولياء الله. هنا هم سمعوني بعض الشباب من اليوتيوب، سمعوني مقطع لواحد شيخ وهابي سئل أنه أنت الآن إذا كنت يعني عاد أو رجع بك الزمان إلى موقعة كربلاء، فمع من تصطف؟ قال مع يزيد، لأن الحسين، ويقول رضي الله عنه، شوف شوف شوف
التناقض. يقول لأن الحسين رضي الله عنه محدث للفتنة، فأنا ما كان عندي ما عندي أي مشكلة أن أرفع السيف في وجه الحسين وأفتخر بذلك لأني عملت بوصية جده فأقتل الحسين بسيف جده. شوف النجاسة والدناء. فجروا مرقد الإمامين العسكريين صلوات الله عليهم، هدموا مراقد أئمة البقيع. هو هذا الفكر الناصبي الذي يدين بعداء أولياء الله، ببغض أولياء الله، بالنصب لهم، بالعداوة لهم. هذا زماننا، أولياء الله معادون مظلومون. أما أعداء الله، جيب لك من أبو بكر إلى صدام على مر التاريخ يوالونه، من أبو بكر إلى صدام في كل هذه الأقطار الإسلامية هؤلاء أناس ممجدين محترمين مقدسين معتبرين، زمان يعادى فيه أولياء الله ويوالى فيه أعداء الله. هذا زماننا. الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه تنطبق على زماننا انطباقا تاما. أمير المؤمنين لما خاطب أصحابه وهو محزون يتنفس وقال لهم كيف أنتم إذا كنتم في مثل هذا الزمان، ماذا تصنعون، ماذا تفعلون، تجلسون في بيوتكم بين أربعة جدران، تخافون الضرر، تخافون الذبح، تخافون الموت، تريدون السلامة، أم ماذا تصنعون؟ نكمل الرواية. قلنا يا أمير المؤمنين فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ إذا أدركنا ذلك الزمان ماذا تأمر يا أمير المؤمنين؟ شوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بماذا أمر، حتى يعلم هؤلاء الذين ينكرون على أمثالنا الصدع بالحق خوفا من ردة الفعل. شوف أمير المؤمنين كيف يعطيك منهاجا ذهبيا أنه كيف يجب أن تصنع وكيف يجب أن تتصرف في مثل هذا الزمان. قلنا يا أمير المؤمنين فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال عليه السلام كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام، نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، موت في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله. الله أكبر. هذه هي القاعدة الذهبية. يقول لك أمير المؤمنين توكل على الله، امضي، اجهر بالحق، ولو تطلب الأمر أن تنشر بالمناشير وتصلب على الخشب، لأن موتا في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. وقالها ابنه وتلميذه الحسين صلوات الله عليه، وكلكم حافظين، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ذل. ما أعيش أنا بذل، أنا الشيعي ما أعيش بذل، ما أعيش في معصية، ما أركع للظالمين، ما أركع للطواغيت. مبدئي معروف، أنا رافضي. رافضي يعني شنو؟ رافض للظلم، رافض للظلمة، رافض للفساد، رافض لأهل الزيغ والضلالة والكفر والنفاق. هذا مبدئي، هذا عنواني، هذه سمتي، هكذا علمني أئمتي صلوات الله عليه. هذا نداء أمير المؤمنين، أن نكون كأصحاب عيسى، أن نكون كشرطة الخميس،
نحن جميعا في نفس هذا الموقف، إما مع إمامة علي صلوات الله عليه وشرطة الخميس مع هؤلاء الأبرار، وإما والعياذ بالله مع أعدائهم، أو واقفون على التل مثل أبو هريرة وربعة، واقفين على التل، لمن تكون الغلبة نكون معه. هذا مو أسلوبنا، إحنا مع الحق دائما، نحن مع الحق دائما، وعلي مع الحق، والحق مع علي، فنحن مع علي صلوات الله عليه، ونحن مع أصحاب علي، نحن مع الموالين لعلي، نحن مع أبناء علي، الموالي لعلي على رأسنا من فوق، الشيعي الشيعي الحقيقي نتشرف بتقبيلنا عليه. نعم، موالي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، موالي لأهل البيت صلوات الله عليهم. هذا له الفضل، له المقام الرفيع والمنزلة الجليلة عند الله تبارك وتعالى، فيستحق أن يفخر به وأن يطأطأ الرأس احتراما له. كل هذه الأمة وكل الأمم مختبرة بهذا الاختبار، إما مع علي وشيعة علي، أصحاب علي الأبرار، مو أصحابه الأشرار، لأنه مثل ما كان أكو أصحاب لرسول الله أشرار ومنافقين، أيضا كان لأمير المؤمنين أصحاب أشرار ومنافقين، وبعضهم الخوارج. إذا الخوارج من وين طلعوا؟ وكانوا أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، أما كانوا أهل النفاق، كانوا أهل الزيغ، أهل الضلالة، انقلبوا على أمير المؤمنين عليه السلام. فنحن مع الأصحاب الأبرار، أصحاب المعصومين الأبرار، إما مع هؤلاء وإما مع أعدائهم وأصحاب أعدائهم والعياذ بالله. في نهج البلاغة ورد هذا المقطع وهو حري بالتأمل. يقول الشريف الرضي، يقول: ومن كلام له عليه السلام لما أظفره الله بأصحاب الجمل، لما الله عز وجل أظفر أمير المؤمنين أي نصره على أصحاب الجمل لعنهم الله، ماذا قال أمير المؤمنين؟ يقول: وقد قال له بعض أصحابه. انتهت المعركة، أمير المؤمنين انتصر في معركة الجمل، واحد من أصحابه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال لأمير المؤمنين: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. يقول: يا ريت فلان أخي اللي غائب، يا ريت كان معانا في هذه المعركة حتى يشوف يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين كيف الله تعالى نصرك على أعدائك هؤلاء اللعناء الخبثاء. فلاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يجيبه، يقول: أهوى أخيك معنا؟ هذا أخوك الغائب، هواه شنو؟ هواه علوي أم هواه عائشي؟ هواه علوي أم هواه عمري؟ هواه مع من؟ أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم، نعم يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: فقد شهدنا. ما دام هواه معنا فهو قد شهدنا. وبعد: ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان، يعني يتجددون على مر الزمان، يخرجهم كل زمان في كل زمان ويقوى بهم الإيمان. يقول: نعم، الذي يكون هواه علوي، الذي يكون من شيعة علي، حتى في مثل هذا الزمن اللي بيننا وبين معركة الجمل أكثر من 1350 سنة،
نسجل نحن بمقتضى كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نسجل بأننا قد شاركنا في معركة الجمل إلى جانب أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحزنا على نفس الأجر الذي حصلوا عليه. هذا الذي ينبغي للإنسان المؤمن الموالي أن يلتفت إليه. سجل اسمك مع الرامين مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين. وأكو عبادات أدعية موجودة إذا الإنسان قرأها كما ورد عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، إلى أئمة الأطهار عليهم السلام هم بأنفسهم يقولون هذا الذي يقرأ هذا الدعاء يكون كالرامي مع رسول الله يوم بدر وأحد بألف ألف سهم، يعني مليون سهم. سجل نفسك مع هؤلاء. شنو الدعاء؟ دعاء صنمي قريش، هذا واحد من الأدعية. سجل نفسك مع أصحاب أمير المؤمنين في معركة الجمل، في معركة صفين، في معركة النهروان، بأن تكون قد عاهدت إمامك المهدي صلوات الله عليه على الموت في سبيل الله. اتجاهد جهادا فكريا، جهادا علميا، جهادا تبليغيا، جهادا إعلاميا. انشر ولاية آل محمد عليهم الصلاة والسلام، وانشر البراءة من أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب. اتسجل نفسك مع أصحاب علي، اتسجل نفسك في موقعة صفي، في موقعة الجمل. امضي حرا وقاوم الظالمين والجائرين المتسلطين على شعوب هذه الأمة. اتسجل نفسك مع أصحاب الحسين صلوات الله عليه. كونوا أحرارا في دنياكم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنت قم بهذه الوظيفة يصير أكو ختم على سجلك يوم القيامة، هذا حسيني عمل بوصية الحسين، تأسى بالحسين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ليش ما ننهى عن المنكر؟ وأعظم منكر بنص الإمام الصادق صلوات الله عليه، ارجعوا إلى الكافي الشريف وراجعوا الرواية، أعظم منكر ولاية أبي بكر وعمر. هذا أعظم منكر، هذا لأنه يتفرع منه كل المنكرات، كل المنكرات تتفرع من هذا المنكر. وما دام منكرا فواجب على المسلم أن ينهى عنه، أن ينهى عن هذا المنكر. اعمل بهذه الوظيفة تكون حسينيا، اعمل بهذه الوظيفة تكون علويا، اعمل بهذه الوظيفة تكون محمديا. صل على محمد وآل محمد. كان أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه هؤلاء الأبطال كشرطة الخميس ومن أشبه لا نظير لهم. وفي أواخر أيام أمير المؤمنين صلوات الله عليه رثاهم ونعاهم وكان يتحسر على فراقهم لأنهم استشهدوا في سبيل الله. في آخر أسبوع من حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطب خطبة جاء في آخرها، وهذه الخطبة موجودة في نهج البلاغة الشريف راجعوها. قال في آخر هذه الخطبة: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ وين هم هذول أصحابي؟ لأن أمير المؤمنين في أواخر أيامه بعد راحوا هذول الأجلاء شرطة الخميس الأوفياء الذين تعاقدوا على المنية والموت، راحوا قتلوا في سبيل الله، ما بقى له أحد، ما بقى له إلا القلائل. ولهذا تجدون تلك اللوعة وذلك الألم والأسى الذي كان يعبر عنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أواخر أيام حياته الشريفة، لأنه كان ينادي
من يسمون بشيعته أدعياء التشيع آنذاك، مثل ما في هذا الزمن أكو عندنا أدعياء تشيع كثيرين، كان يناديهم يلا خلي روح نقضي على معاوية حرب أخرى، يقول ملينا يا أمير المؤمنين، كم حرب بعد؟ الجمع، صفين، النهروان، ثلاث حروب أهلية، غير المناوشات هنا وهناك، غير السرايا هنا وهناك، إلى متى بعد؟ ملينا، ما نريد بعد حروب وكذا والقضايا، ملينا بعد. فلذلك ما كان يرى أحدا ينصره، ما عنده أحد صلوات الله. وشوفوا شو نسوا بالإمام الحسن صلوات الله عليه من بعده، كيف خذلوا. فلذلك كان يستذكر أصحابه الأوفياء من شرطة الخميس ويتأوه عليهم. ماذا يقول؟ يقول أين إخواني الذين ركبوا الطريق، يعني طريق الحق، ومضوا على الحق؟ أين عمار، عمار بن ياسر؟ وأين ابن التيهان أبو الهيثم، مالك ابن التيهان من أحد كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت رضوان الله تعالى عليه، ذو الشهادتين أيضا من كبار أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ يقول تعاقدوا، تعاقدوا عقد معاهدة على المنية، على الموت في سبيل الله. وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة، يعني أخذوا رؤوسهم إلى معاوية وحزبه بالبريد، أبرد برؤوسهم إلى الفجرة، قطعوا رؤوسهم. وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء. هذا نهج البلاغة الشريفة. شوف صفة وحالة أمير المؤمنين حين ذاك، ضرب هالشكل على لحيته وأطال البكاء، مو فقط بكى، أطال البكاء. ثم قال عليه السلام أوه على إخواني، آه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه، ووثقوا بقائدهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاتبعوه. ثم نادى بأعلى صوته الجهاد، الجهاد عباد الله، ألا وإني معسكر في يومي هذا، فمن أراد الرواح إلى الله، استشهاد في سبيل الله، فليخرج. أنا راح أعسكر، أجهز معسكري حتى أنطلق لمحاربة معاوية رأس الفئة الباغية، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج معي. قال نوف الراوي يقول وعقد للحسين عليه السلام في 10,000، يعني جعل 10,000 مقاتل تحت إمرة الحسين صلوات الله عليه، ولقيس بن سعد بن عبادة في 10,000، ولأبي أيوب الأنصاري في 10,000، ولغيرهم على أعداد أخر، وهو يريد الرجعة إلى صفين، يرجع مرة أخرى إلى صفين لقتال معاوية لعنه الله. فما دارت الجمعة، يعني ما صار أسبوع، حتى ضربه الملعون بن ملجم لعنه الله، فتراجعت العساكر كلها تراجعت، فكنا كأغنام فقدت راعيها تتخطفها أو تختطفها الذئاب من كل مكان. راح أمير المؤمنين، فالذئاب جاءت على شيعته من بعده صلوات الله عليه. واحد من حقيقة فيما تبقى من وقت، هذا الرجل من أعاظم 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 أصحاب أمير المؤمنين الفدائيين واقعا، مع أنه كان شابا حدث السن،
شاب حدث السن، لكن شوفوا موقف البطولي الذي أنقله لكم حتى تعرفون كيف كان الشيعة الأبرار آنذاك وكيف إحنا. إحنا اللي ندعي الشيعة شلون؟ خلينا نقارن أنفسنا بهؤلاء. شباب هذه الأيام فليقارنوا أنفسهم بهؤلاء. قد واحد يقول عمار كان شيخا طاعنا في السن، صاحب تجارب في معركة صفين، كان عمره 90 سنة. عمار 90 سنة رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك قاتل. فيقولون احنا مو مثل هؤلاء، احنا شباب نريد ان نتمتع بالدنيا. هذا شاب صغير، لكن كانت عنده ام من المواليات لامير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الأم يقال لها أم ذريح العبدية رضوان الله تعالى عليها، سيدة جليلة من بني عبد القيس. هذول بني عبد القيس، هذول أصولهم من اليمن، ثم هاجروا إلى البحرين، ثم من البحرين إلى البصرة والكوفة. هذول بنو عبد القيس كانوا من قمم الإخلاص لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولذلك تجد أنه تشيع أكو في اليمن، تشيع أكو في البحرين، تشيع أكو في العراقين، في الكوفة والبصرة. هؤلاء كانوا ينقلون ولاء أمير المؤمنين عليه السلام للناس. واحد منهم اسمه حكيم بن جبلة العبدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الجليل العظيم من أصحاب رسول الله. هذا الرجل هو السبب في تشيع البحرين. جاء بايع رسول الله صلى الله عليه وآله، عاد مرة أخرى وهو ينقل التشيع إلى البحرين، الإسلام الحق، فببركته تشيع أهل البحرين. وثم هاجر إلى العراق، وهناك قتل في معركة الجمل الأصغر قبل الجمل الأكبر في محاربته لعائشة لعنها الله. حاربها لما أرادت أن تستولي مع جيشها على بيت المال، حاربها لما قتلت السبابجة، لما اعتقلت والي أمير المؤمنين هناك عثمان بن حنيف ونتفت لحيته، هذا قام وأشهر السلاح إلى أن قتل شهيدا في سبيل الله وأمير المؤمنين نعاه. واحد من هؤلاء كان ابن هذه المرأة العظيمة، هذا اسمه مسلم العبدي. هذا الرجل شنو موقفه؟ ماذا صنع؟ شاب، معركة الجمل الآن على وشك أن تبدأ، من هذا الصف جيش أمير المؤمنين، من هذا الصف جيش عائشة الذي كان على أضعاف جيش أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين قال لا نبدأهم بقتال قبل أن نقيم عليهم الحجة، قبل أن نعذر أنفسنا أمام الله أنه نصحناهم. فأرسل أولا ابن عباس إلى عائشة أنه ارجعي عن غيك. عائشة قالت لحراسها قولوا له إذا لم ترجع الآن نقتلك، روح، ما ليس بيننا وبينكم إلا السيف، نصيحة ما أريد. مرة أخرى يحاول أن ينصح، ماكو فائدة. بدأ جيش عائشة برشق جيش أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالسهام، بدأوا وقتلوا كم واحد. الناس جاءت إلى أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إذن لنا بالقتال، قال لا، حتى نقيم عليهم الحجة. فماذا صنع؟ نادى في عسكره وجيشه أنه أيها الناس، من منكم يأخذ كتاب الله هذا المصحف وينشره ويدعوهم إلى ما هو فيه وهو مقتول، لكن أنا أضمن له على الله الجنة. 3 مرات ينادي ولا واحد قام من الجيش إلا هذا الشاب البطل. لاحظ الرواية التي يرويها شيخنا المفيد في كتابه كتاب الجمل. شيخ المفيد عنده كتاب اسمه كتاب الجمل، يعرض فيه وقائع معركة الجمل. في ذلك الكتاب في الصفحة 181، وله أيضا قريب منه ورد في مصادر المخالفين أيضا، مثل شرح النهج لابن أبي الحديد الجزء 9 الصفحة 112، وتاريخ الطبري الجزء 5 صفحة 205، أيضا بهذا المعنى نفس الرواية موجودة، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال
من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على الله الجنة. يأخذ هذا المصحف وهو مقتول ولكن أنا أضمن له على الله الجنة. هذا مو رمي بالنفس إلى التهلكة. صحيح أمير المؤمنين قال له روح راح تقتل، لكن هذا في سبيل إحقاق الحق، وإن كان ما راح يأثر في الطرف الآخر، ما أثر به، لكن هذا شهيد. من هنا تعلم أنه مو كل واحد اللي يستشهد أو يقتل لأنه صدع بالحق باكر يقتلوني، صدع بالحق الناس تقول رمى نفسه بالتهلكة. منو قال لك؟ أكو موازين شرعية في الموضوع. إذا كانت إقامة الحجة تقتضي أن يقتل الإنسان فأهلا بالقتل، وليس ذلك محرما، بل بالعكس هذا مستحب، والإنسان يحوز بذلك على درجة الشهداء. مثل هذا الرجل، شوف أمير المؤمنين يقول له يروح مقتول لكن أنا أضمن له على الله الجنة بسبب هذا الموقف البطولي. فلم يقم أحد إلا غلام عليه قباء أبيض، لابس قباء أبيض، ثياب بيضاء، حدث السن صغير، من عبد القيس، من قبيلة أو بني عبد القيس، يقال له مسلم وهو حقا مسلم. فقال أنا أعرض عليه يا أنا أعرضه يا أمير المؤمنين عليهم، يعني أعرض القرآن وحكم القرآن عليهم، وقد احتسبت نفسي عند الله. فأعرض عنه إشفاقا، شاف صغير السن قال أشفق عليه، أعرض عنه، ونادى ثانية من يأخذ هذا المصحف ويعرضه على القوم وليعلم أنه مقتول وله الجنة. فقال مسلم بعينه، قام مرة أخرى بعينه وقال أنا أعرضه، ونادى ثالثة ولم يقم غير الفتى، ما قام أحد، فدفع المصحف إليه وقال امض إليهم واعرض عليهم وادعهم إلى ما فيه، ادعهم إلى حكم القرآن. فأقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف ونشر المصحف، فتح المصحف وقال هذا كتاب الله وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه. رجل يدعو إلى القرآن، شاب حدث السن يدعو إلى حكم القرآن. شوف عائشة ماذا أفتت بحقه، شوف شوف الإجرام، شوف حتى تعرف أنه عائشة أول امرأة إرهابية في تاريخ الإسلام. شوف فتوى عائشة، فقالت عائشة اشجروه بالرماح قبحه الله، اطعنوه بالرماح قبحه الله. فماذا حصل؟ فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب. وبعد وكانت أمه حاضرة، شلون أم تشوف شاب صغير من أبنائها هالشكل يصير به؟ تخيل مشاعرها فقط، استشعر مشاعرها كيف تكون. وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه، ولحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام أعانوها على حمله حتى طرحته بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي. هذا أول شهيد معركة الجمل، دعاهم إلى القرآن. عائشة أفتت بقتله لأن عائشة ضد القرآن، ضد حكم الإسلام، إرهابية مجرمة. المرأة جاءت وضعت عزيزها قرة عينها هذا بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي وتقول يا رب إن مسلما، هذا مسلم ابني، دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم فخضبوا من دمه قناهم، وأمهم قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم، تأمرهم بالقتل حتى يعرف هؤلاء أنه نحن في عدائنا لعائشة إنما ننطلق من فطرتنا، فطرة الإنسان التي تحثه على معاداة الظالمين والمجرمين. وأكو إجرام أعظم من هذا بالله عليكم الذي ارتكبته عائشة؟ شاب مسكين تقتله بفتواها بأمرها لعسكرها، وشنو ذنبه؟ دعاكم إلى القرآن.
هذا هو ذنبه؟ على هكذا كانت صفات أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وجدير بنا أن نحاول ما استطعنا أن نتصف بهذه الصفات. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.